السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين على قناتكم إيطاليانو إبسلون دو لتعلم اللغة الإيطالية مع صديقكم ياسر. إن كنت مهتما بتعلم اللغة الإيطالية والتحدث بها بطلاقة، فأدعوك للإشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلك كل الدروس. في هذا الدرس سوف نقوم بتصريف فعل مهم جدا في اللغة الإيطالية، وهو الفعل prendere. prendere. فعل prendere يعني فعل يأخذ. prendere فعل يأخذ. سوف نقوم بتصريف هذا الفعل في الأزمنة الأكثر استخداما، وسوف نستخدمه في بعض الأمثلة. لكي لا أطيل عليكم، لنبدأ الدرس على بركة الله. إذن قلنا درس اليوم الفعل prendere، فعل يأخذ. prendere. أول شيء سوف نقوم به هو تصريف الفعل prendere في زمن الحاضر. إذن أنا آخذ prendo. prendo. prendo أنا آخذ. prendo. أنت تأخذ prendi. prendi. prendi أنت تأخذ. prendi. هو يأخذ أو هي تأخذ نفس التصريف، نقول prende. prende. prende هو يأخذ أو هي تأخذ. prende. نحن نأخذ prendiamo. prendiamo. prendiamo نحن نأخذ. prendiamo. أنتم تأخذون prendete. prendete. prendete أنتم تأخذون. prendete. هم يأخذون prendono. prendono. prendono هم يأخذون. prendono. إذا نعيد prendo أنا آخذ. prendi أنت تأخذ. prende هو يأخذ أو هي تأخذ. prendiamo نحن نأخذ. prendete أنتم تأخذون. prendono هم يأخذون. لنمر الآن إلى تصريف الفعل prendere في زمن الماضي، في الباساتو بروسيمو. إذن أنا أخذت ho preso. ho preso. ho preso. ho preso أنا أخذت. ho preso. أنت أخذت hai preso. hai preso. hai preso أنت أخذت. إذن hai preso أنت أخذت، أو كذلك أنت أخذتي. hai preso. هو أخذ أو هي أخذت ha preso. ha preso. ha preso هو أخذ أو هي أخذت. ha preso. ha preso. نحن أخذنا
Abbiamo preso. Abbiamo preso. Abbiamo preso. نحن أخذنا. Abbiamo preso. أنتم أخذتم. Avete preso. Avete preso. Avete preso. أنتم أخذتم. Avete preso. هم أخذوا. Hanno preso. Hanno preso. Hanno preso. هم أخذوا. Hanno preso. نعيد. Ho preso. أنا أخذت. Hai preso. أنت أخذت. Ha preso. هو أخذ أو هي أخذت. Abbiamo preso. نحن أخذنا. Avete preso. أنتم أخذتم. Hanno preso. هم أخذوا. لنمر الآن إلى تصريف الفعل prendere في زمن المستقبل. إذن أنا سآخذ أو أنا سوف آخذ. prenderò. 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 أنا سآخذ أو أنا سوف آخذ. prenderò. أنت ستأخذ. prenderai. 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 أنت ستأخذ. prenderai. هو سيأخذ أو هي ستأخذ. كالعادة نفس التصريف. prenderà. 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 هو سيأخذ أو هي ستأخذ. prenderà. نحن سنأخذ. prenderemo. 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 نحن سنأخذ. prenderemo. أنتم ستأخذون. prenderete. 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 أنتم ستأخذون. هم سيأخذون. prenderanno. 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 هم سيأخذون. prenderanno. نعيد. prenderò. أنا سآخذ. prenderai. أنت ستأخذ. prenderà. هو سيأخذ أو هي ستأخذ. prenderemo. نحن سنأخذ. prenderete. أنتم ستأخذون. prenderanno. هم سيأخذون. لنمر الآن إلى تصريف الفعل prendere في صيغة الأمر، يعني إذا أردنا أن نقول خذ. باللغة الإيطالية prendi. 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 خذ. هنا صرفنا الفعل prendere في صيغة الأمر، نحن نأمرك خذ. prendi. prendi. أما إذا أردنا أن نقول خذوا باللغة الإيطالية prendete. prendete. prendete.
خذوا. الآن نحن نأمركما، خذوا أو فلتأخذوا. prendete. إذن prendi خذ، prendete خذوا. لنمر الآن إلى تصريف الفعل prendere في صيغة النهي، يعني إذا أردت أن نقول لا تأخذ باللغة الإيطالية non prendere، non prendere، non prendere، لا تأخذ، non prendere. أما إذا أردنا أن نقول لا تأخذ باللغة الإيطالية non prendete، non prendete، non prendete، لا تأخذ، non prendete. إذن non prendere لا تأخذ، non prendete لا تأخذ. لنرى الآن بعض الأمثلة نستخدم فيها الفعل prendere. المثال الأول prendo il caffè، prendo il caffè، prendo il caffè، أنا آخذ القهوة. هنا صرفنا الفعل prendere في زمن الحاضر، prendo أنا آخذ، prendo il caffè أنا آخذ القهوة. المثال الثاني ho preso il caffè، ho preso il caffè، ho preso il caffè أنا أخذت القهوة. وهنا استعملنا نفس الجملة، ولكن في هذه المرة صرفنا الفعل prendere في زمن الماضي، في الباساتو بروسيمو. إذا قلنا ho preso، أنا أخذت، ho preso، ho preso il caffè، أنا أخذت القهوة. المثال التالي prenderò il caffè، prenderò il caffè، prenderò il caffè، أنا سوف آخذ القهوة، أو أنا سآخذ القهوة. وفي هذه الحالة صرفنا الفعل prendere في زمن المستقبل، prenderò أنا سآخذ، أو أنا سوف آخذ، prenderò، prenderò il caffè، أنا سآخذ القهوة. المثال التالي prendi il caffè، prendi il caffè، prendi il caffè، خذ القهوة. وهنا كما تلاحظون صرفنا الفعل prendere في صيغة الأمر، prendi خذ، prendi، prendi il caffè خذ القهوة. المثال الأخير non prendere il caffè، non prendere il caffè، non prendere il caffè، لا تأخذ القهوة، non prendere il caffè. وفي هذه الحالة صرفنا الفعل prendere في صيغة النهي، إذن non prendere
لا تأخذ. Non prendre il café, لا تأخذ القهوة. تمرين لكم ستجيبون عليه في التعليق. كيف تقول باللغة الإيطالية؟ أنتم تأخذون القهوة. أنتم أخذتم القهوة. أنتم ستأخذون القهوة. خذوا القهوة. لا تأخذوا القهوة. إذن كيف نقول باللغة الإيطالية؟ أنتم تأخذون القهوة. أنتم أخذتم القهوة. أنتم ستأخذون القهوة. خذوا القهوة. لا تأخذوا القهوة. إلى هنا نكون قد انهينا درس اليوم. أرجو أن يكون قد نال إعجابكم. شكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.